وإحنا في مصنع ميديكو قابلنا شركات بتتعاقد على توريد الأبواب المصفحة لأسواق مختلفة زي اليمن وجيبوتي. تعالوا في البداية نقابل المهندس سعد المصري، رئيس شركة سعد كرياتيفيتي، واللي بينفذ مشروعات إنشائية في دولة جيبوتي. مهندس سعد المصري، حضرتك بترقص شركة اسمها سعد كرياتيفيتي، وتقابلنا بالصدفة هنا. مظبوط. انت متفق على 4000 باب هتسافر جيبوتي، لان حضرتك بتنفذ هناك مشروعات كبيرة جدا في القطاع السياحي. خليني بقى نتكلم على مواصفات الباب بتاعنا. اكيد واحنا داخلين، جيبوتي دولة محترمة عندها مواصفات لازم تدخل بيها. قدمت لهم الباب، كان رد الفعل ايه؟ رد الفعل طبعا ان احنا ما كناش متخيلين ان في مصر ابواب مصفحه بتتقدم بالمواصفات دي. ده حضرتك في البدايه؟ في البدايه انا اصلا ما اعرفش. يعني انت شخصيا ما كنتش عارف؟ انا ما كنتش عارف ان في ابواب مصفحه ممكن تظهر عندنا بالكواليتي وبالشكل الممتاز ده. فكان مخيلتنا كلها ان الباب المصفح تركي اوكراني هنجيبه من بره يعني. بالصدفه طبعا اكتشفنا ان في مصر في ابواب بالطريقه دي. عملنا زياره للمشروع، لقيت ان السبيكس بتاعته عاليه جدا. لما اتكلمنا معاهم بره ان في حاجه عندنا في مصر لدرجه ان ما كانوش مصدقين، جم عملوا زياره لارض المصنع هنا. جبت ناس من جيبوتي عينه، جبنا الاستشاري عن المشروعات، بص على الكواليتي بتاعه الباب وشاف ان الحاجه اللي هو عايزها ينفع تتقدم هنا في مصر. وبالفعل اخذنا ابروف ان احنا نقدر نطلع الحاجات دي بالكميات دي من مصر بالمواصفات المعينه اللي هم عايزينها، لان هم ليهم مواصفات مختلفه ليها علاقه بالرطوبه اكتر وطريقه الاستخدام. المواصفات اللي اتقدمت لنا او اللي احنا السبيكس اللي حطيناها قدروا يعملوها لنا بطريقه احسن من اللي احنا طالبينها. يا سلام. لدرجه ان الباب اللي احنا اخترناه طالع حاجه مختلفه عن اللي متقدم اساسا. خلاص كده انت مقفل وطالع. احنا كده يعني واصلين لمرحله كويسه جدا. تاني حاجه عامل الوقت، ان احنا عندنا عامل وقت كويس جدا اتسهل لنا هنا في مصر ان احنا نقدر نقدم الابواب دي من خلالها.